ويا مساء الخير ويا هلا وسهلا بكل من يتابعنا عبر غبقة رمضانية. كل عام وانتم بخير وتقبل الله طاعتكم. واكيد احنا متواصلين معاكم من خلال غبقة رمضانية ونجومنا وضيوفنا صاروا متواجدين معانا يا محمد. ونرحب باول ضيوفنا النجم اكيد مسي عليه بالخير النجم فيصل العميري. هلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيكم وكل عام وانتم بخير وان شاء الله يا رب عساكم من عواده. اللهم امين. حياك الله غسان. الله يحييك غسان ولا فيصل. كيفك كل يريحك حبيبي. عسى الله يقويك. حقيقه يا فنان جميل ونعتز فيه انه قدم العديد والعديد من الاعمال اللي لاقت نجاحات كبيره على مستوى المحلي وعلى مستوى الخليجي والعربي. فنحييك ونهنيك مره ثانيه. الله يسلمك حبيبي. اشكرك. شكرا. قدمت اللي هو بالسابق انت تكلم من البدايه انه بالسابق قدمت عن السيره الذاتيه اللي هو كانت ادوارك التاريخيه. اي نعم. فنبي ناخذ كذي بالمختصر ليش بطلت هالادوار؟ يعني صار عندك ادوار جديده. يمكن قبل شوي كان يقولوا لي المعدين في مسلسل تاريخي كان من المفترض انك تشارك فيه. سمرقند. لا هو حقيقه الادوار التاريخيه اللي كانت تسند لي كانت طبعا من اخواننا والله يفك عوقهم سوريا. دوله سوريا الشقيقه. الانتاج كان هناك ضخم بالنسبه للاعمال التاريخيه. بعد الآن توقفنا يمكن هالخمس سنوات، لكن بدايتي فعلا الحقيقية كانت من هذه الأعمال اللي هي قريبة على قلبي وأحترمها وأعزها وأفضلها، خلافا على الأعمال اللي تكون المودرن، لأن الأعمال التاريخية أجد نفسي فيها بشكل أهم، خصوصا على صعيد اللغة، على صعيد الأدب، على صعيد أيضا أنك أنت تقدم هذا التاريخ للجيل. لأن للأسف الشديد يعني أصبحنا نوعا ما لا نقرأ. احنا ما نقول نبي نقرأ أمهات الكتب، بس نقول لازم نقرأ عشان نعرف هذه السير الذاتية للشخص التاريخية. كأنك خصصت نفسك بس بالمجال التاريخي في الدراما. هل هو متعمد؟ خصصت نفسك في التاريخ بس متعمد واختيار منك؟ لا والله مو متعمد. هو يعني انت عارف كل واحد وما يهوى يعني. يعني صار عندي عشق للغة العربية وهذا العشق وداني إلى التاريخ يعني. فوجدت نفسي في الأعمال التاريخية أنضج وأركز وأفضل، خلافا عن الأعمال المحلية أو المودرن. الأعمال المودرن تحطك في قالب ممكن نوعا ما تحس نفسك في حرية يعني أكثر يمكن. يعني ها مقيد نوعا ما، بس بالتاريخي على صعوبته بس تحس انك انت حر. حلو. انا على بالي العكس الصراحه، على بالي بال يعني الدراما اللي هي الحاليه المودرن ممكن تكون فيها حر طليق، وان بما ان سيره ذاتيه مثلا مثلت انت الله يرحمه فائق عبد الجليل فهي بالتالي تكون اقتباسات لشخصيه، فمن الممكن انها تكون اسهل. لا هي شخصيه فائق عبد الجليل هي تعتبر من اصعب الادوار أو الشخصيات اللي لعبتها لسببين. أولا لأنها شخصية حديثة معانا موجودة عايشة في أذهاننا وفي قلوب المجتمع الكويتي. ثانيا موضوع الميك اب وموضوع أنك شلون تقرب الصورة للجمهور والمشاهد الكريم على صعيد الصوت، على صعيد المكياج، على صعيد أيضا الأداء. فلذلك وجدت في شخصية فايق يعني هذا التحدي والصراع مع أخوي الفنان والمخرج رمضان خسرو. وصلنا إلى حد نقدر نقول أن احنا استطعنا أن نقدم شخصية مثالية، لأن هي أساسا في الحياة الله يرحمه هو شخصية مثالية. حلو. فيصل العميري بكل صراحة أنت منتشر عربيا لكن بالكويت بالأعمال مقل. ليش تضحك؟ هذا لأن هذا وايد سألته. ليش نص السبب؟ لا لأن مثل ما قلت لك يعني في فترة من الفترات كان الإنتاج المحلي ما وصل عربيا بشكل قوي مثل ما وصلت مصر وسوريا ولبنان والمغرب العربي أيضا. فلما اتجهت أنا إلى التاريخي فشيء طبيعي أنت مع القنوات الفضائية انتشار أكبر. انتشار أكبر. نعم. لأن العمل التاريخي مشاهد في كل مكان ومفهوم غير اللهجات يعني. بس المحلي ما كان في ذيك القوة، لكن في الأعمال الأخيرة أصبح الإنتاج الخليجي والكويتي تحديدا هو منتشر بشكل مهم يصل إلى الدول العربية. حلو. احنا راح نكمل معاك اللقاء ولكن معانا نجوم أيضا شباب الفنان أحمد سداني وأيضا دانا المساعيد. حياكم الله وتقبل الله طاعتكم. الله يحييك. زعلانين ليش؟ لا منتظرين أدوارهم. بالعكس أقل أسئلة القوية. بالعكس زعلانين. لا لا يعني في عمل علينا وعليك تبارك إن شاء الله. حسنا قدمته عمل جميل خصوصا في فكرة جميلة نورة أن نقدمه عن طريق الابليكيشن. شلون شفتوا صداها؟ شلون شفتوا تفاعل الناس معاكم من خلال هذه التجربة؟
دانا. اوكي. وش كل عام وانتم بخير، نعاد عليكم ان شاء الله بالصحة والعافية يا رب. اوكي، بداية احب اتحكى عن العمل اللي هو تقصد عنه اللي نعرض على ابلكيشن تلي. نعم. اللي هو بعد النهاية. حلو. بعد النهاية صراحة من الاعمال جدا جميلة، وانا انصح الناس انها تتابعه، وحقق يعني متابعة حلوة يعني. جميل يعني صراحة، و مو دراما خليجية نفس ما احنا متعودين عليها، هو شيء جديد، هو مسلسل كويتي بس مو دراما خليجية نفس ما احنا ماخذين عليها. تقدر تقول اكشن مع دراما مع كل شيء موجود بهالعمل. ويتحكى عن واقع صراحة، بس يعني مش يعني شلون اقول لك، مو الواقع الواقع بس هو موجود عندنا. اي هو راح يشرح لنا عنه بعد شوية أحمد السداني، فأنا تاركة هالجزئية بعد شوية معه. أنت مثلتي على تلفزيون دولة الكويت. صح. اللي هو مسلسل اللي ماله أول. كلمينا عن هالمسلسل ووجودك فيه، ويمكن من قبل كانت لك أنت إطلالة أيضا في الجدة لولوة، لكن بنتكلم عن هالسنة في اللي ماله أول. اللي ماله أول طبعا يختلف عن شخصيتي في كل أعمالي. أوكي. كل أعمالي يختلف شخصيتي. أوكي. عنها اللي هي الطالبة اللي تكون عايشة بأمريكا، سافرت وهي معجبة بشخص اللي هو أخو رفيجتها، وترجع تلتقي فيه مرة ثانية بالكويت، ويرجع ينبني مرة ثانية الحب اللي كان موجود من أيام مثلا نقول ثانوية، يرجع مرة ثانية يطلع بعد ما ترجع. راح تصير تشوفها لما تروح عند أختها لأن هي صديقتها. نعم. وراح تصير تقابل معها، من بعدها راح يكون في اللي هو الزواج. حلو. راح يكون استاذ مع عبد العزيز المسلم، اوجه له تحيه. راح يكون هو زوج بس عبد العزيز المسلم اوجه له تحيه وباقي. لا والله اوجه كل طاقم العمل صراحه. بس اساس يمكن هو كان لك الدعم من خلال هذا المسلسل. بالضبط بالضبط. أكيد. هو أكيد. كان الدعم الاول لي طبعا. نوجه لهم الكل تحيه حقيقه، مع حفظ الالقاب. ولكن احمد لا مخترع بسرعه تشلب سؤالي خرب. فكره جديده قدمتوها عن طريق الابلكيشن في الفيلم بعد النهاية، تكلمنا عن هذه الفكرة، شنو الجديد فيه؟ شوف، هي للأمانة أنا أسميها الفكرة كويتية غربية. من أي ناحية غربية؟ من ناحية فكرة المسلسل، إنزين، أداء الممثلين، أهم التصوير. لو تلاحظ التصوير جاي على سينما أكثر، سينمائية أكثر. زين. إيه، فالفكرة هي خيالية بس يعني مو طبعًا خيالية 100% طبعًا، السوالف ليزر ما ليزر. لا مو شيء، بس في أشياء واقعية هي تمر علينا بحياتنا الطبيعية. يعني. طبعًا هذا اللي هم فيه ديو. ديو فيه، وفي بعد معاكم ديو لشباب آخرين في الفريق. صح. يعني كذا قصة حب راح نلاقيها بالمسلسل. انا اعتقد ان في هي يمكن بس هي السبوت عليكم انتو. بالضبط. اي لان راح يصير في علشان توصل يعني توضح الصورة، راح اعطي ايدانا وراح يصير في صراع بيننا وبين الفيروس المنتشر يعني بالمسلسل وجهي يعني. شيء حلو. أيه. زين احمد، شنو كان دورك في دور هيثم؟ الشخصيه اللي هي الشخصيه المضحيه اللي هد دراسته علشان يجابل امه، يجابل المرض اللي امه قاعده تواجه المرض، وبنفس الوقت مع الايام ان شاء الله باقي المسلسل باقي الحلقات بالمسلسل راح تشوفون التضحيه اللي ما دانا لآخر الحلقة يعني. كلش ما حرق. لا ما حرق. يعني شفنا لقطات من المسلسل إحنا مع المشاهدين، وطبعاً هذا المسلسل يجمع ضيوفنا معنا دانا المساعد وأيضاً أحمد السداني، وطبعاً هذا من خلال الأبليكيشن يقدرون يشوفون الناس طبعاً. فقط على الأبليكيشن. طريقة شلون يشتركون بتيلي موجودة باليوتيوب. هذه أحرص بعد. ممثلة حريصة باليوتيوب وعلى حساب تقدر تدشون على حساب تيلي، تحصلونها ان شاء الله بحساب تيلي بالبايو. يعني بصراحة طريقة جديدة محمد عن طريق الابليكيشن، فيها شوية خطر يعني الناس تتابع ولا ما تتابع. للأمانة يعني عشان نكون صريحين يعني الاكثر متابعة الحين بالانترنت، يعني هم الناس اللي تبي تتابع المسلسلات اللي ما لحقت عليها برمضان هم تروح تلجا حق الانترنت. اكيد اكيد. يعني هيثم الحين يضحي في مسلسل بعد النهاية،
نبي احمد واقع يضحي مضحي ولا نص ونص؟ احب اضحي انا اي احب ادش التجارب اعطيها الوجه اقوم هذه. فيصل العميري هلا. انت قاسي ترى، انت كونك غسان قاسي مع هند. ليش؟ لا هذه قسوه مفتعله طبعا على حسب السيناريو المطروح والاداء المطلوب، لان القصه هي رايحه في خط يعني شائك بالنسبه للشخوص، بالنسبه لهند وغسان في روايه ساق البامبو للحبيب سعود السنعوسي. هذا العمل طبعا يعني المشاهد الكريم اطلع عليه وشافه، وانا اترك الحكم للمشاهد الكريم يعني بعد ما يخلص العمل ويشوف اذا انا قاسي على هند ولا مو قاسي عليه. ان شاء الله راح يبين اكيد. تجربه الاداء يعني ما شاء الله يمكن تختلف، انت بالمسرح الاكاديمي دائما موجود وما شاء الله حصلت على جوائز كان بالكويت او ان كان خارج الكويت، يعني عندك حرص بانك انت تشارك انزين، وعندك من خلال السيرة الذاتية هذا شيء أنت منفرد فيه، يعني أنك قدمت شخصيات يعني مهمة وتركت بصمة من خلال أدائك فيها. في ساق البامبو أنا شخصيا شفتك الصراحة أشوف أن المخرج كأنه يقول لك دير الكاميرا وأنت بروحك تأدي، يعني ما أحس أن أحس أن أنت ما شاء الله انسيابية عندك في الأداء. والله شوفي هو يعني أكلمك بمنتهى الصراحة، لما يكون هناك في أساس متين مثل رواية، وهذه الرواية تكتب بسيناريو حوار من شخص ثقيل لا وزنه الأستاذ محفوظ عبد الرحمن الله يحفظه، وبعدين تعاد صياغتها وتكويتها من الأخ والزميل والحبيب سعود السنعوسي، فنصل إلى مرحلة مهمة في تقديم هذا الدور وهذا العمل. ضيفي على ذلك إنتاج مهم من صباح بيكتشر، إخراج مهم من الأستاذ محمد القفاص، وعلى رأس المجموعة الفنية والممثلين سندريلا الشاشة العربية أم طلال أمسي عليها بالخير وأقول لك العام أنت بخير، وشكرا على هذه الفرصة الأكثر من رائعة اللي فعلا هي تعرف وين تحط الكاستنج وتعمل كاستنج مهم للممثلين. حلو، فهذا كله دشينا في جو مهم أنه فعلا الفنان والممثل في فريق ساق البامبو يشتغل بأريحية، يعني يوصل لمرحلة أنه خلاص هو ما له شغل بالكاميرا، هو قاعد يؤدي من الداخل اللي يحسه مع الكلام طبعا الموجود اللي هو كلام موزون فيؤدي الممثل. راح تزوج هند ولا لا؟ ريحنا من الحين. والله ما أدري، أنا بالرواية ما أتزوج هند يعني، هذا اللي أنا ماشي عليه يعني. تروح مباركية ولا لا؟ هني بالكويت فيصل عميلي يروح مباركية ولا بس غسان يروح؟ لا أنا أروح مباركية ساعات زين، بس إذا طلبت مني أم عبيدة أروح المباركية. حلو. حتى تجربة الأداء محمد يعني أتوقع يعني هذه فيها جرأة أنك ممثل ما سبق لأن إحنا نشوفه في جانب الغنى واللاقي قاعد تغني علشان الدور محتاج أنك أنت تغني. يمكن أداء عود يعني أتوقع هذا الأداء كان لك أنت. لا هو يعني جرت العادة يعني إذا ممثل هو واعي ومثقف ومدرك للعمل اللي هو قاعد يشتغله أكيد بين فترة والثانية يعني كلنا ساعات الواحد يقعد بالسيارة يدندن يسمع صوته إذا هو عنده عرب طيبة عنده شيء معين ممكن، فهذا تلاقينا فجأة تكون حاضرة فيلا قدم فنقدم فنكون احنا جاهزين. انا ما ادري هو مغرور ولا هو عادي مستسهل الامور، ما ادري يعني لا. هذا الشيء مو موجود بالكل يعني انه يغني ويؤدي. انا اقول هو فنان جميل ورزين. انا اشوفها كذي. احنا مكملين معك اكيد فيصل وننتقل حق الشباب دانا المساعيد، يعني ذكرت قبل شوي اسماء يعني عبد العزيز المسلم وجله تحيه انتصار شراح في مسلسل اللي ما له اول، اللي ما له اول شنو؟ مالا تالي. يا سلام عليك. شلون شفتي تعامل الكبار مع كونك انت فنانه شابه صغيره؟ والله لا يوصف. لا يوصف. يعني كافي انك توقف قدامه، هذا شرف كبير. شرف كبير انك توقف قدام عمالقه الفن. انا بالنسبه لي يعني اكيد هم مش بس بالنسبه لي، بالنسبه حق المجتمع الخليجي كله هم عمالقه الفن. طبعا لا تنسى الفنان الكبير الهرم سعد الفري. سعد الفري وجله تحيه اكيد. نوجه له تحية أكيد، وأيضا لكل جمهور اللي يحبونه ودائما ينتظرونه في كل رمضان. لو مثل معك الأستاذ فيصل العميري. الشرف لي الشرف والله يشرفني يشرفني. ممكن يجمعكم دور نشوف المستقبل؟ يا ريت بإذن الله. يا ريت يا ريت. بس مو ملاحظين إن كل المسلسلات لازم يجمعهم دور كذي دورين مع بعض حبيبة؟ هني عندنا هند، هني عندنا غسان و بس كل شخصية تختلف عن الثانية. كل مثلا الحين مثلا اقول لك عندك فؤاد علي وهي عبد السلام
غير عن دانا واحمد غير راح تشوفينهم غير يعني ما انا احس انه ما له شغل هذيل كابلز مع بعض هذيل كابلز ما له شغل يختلف عن القصة. يعني راح تكملون ان شاء الله في فكره تكملون يا بعض كديو ان شاء الله ان شاء الله باذن الله اكيد باذن الله ان شاء الله. عندي سؤال دانا كم عمرك؟ ولو ان المرأة لا تسأل بس ما عليه تقبلي منه عديهم بالوردات قولي له كم وردة انا اتمنى يعني مع انه سؤال دائما يسألوني اياه سوشيال ميديا قولي له بعمر الزهور لازلت طبعا بعمر الزهور لازلت بعمر الزهور بس خلي الناس تقيس عمري بفني مش بعمري انا كم عمرها قيسوا عمري بفني انا مش فيني اجابه دبلوماسيه واجابه الصراحه طيبه منك محمد راضي بالاجابه انت متفق وياها طبعا انت وياها ابد والله ما شاء الله عليها شحليلها وتعرف تستد روحها بالاجابه اكيد انت نجاحاتك كلها قائمه على اعمالك اللي تقدمينها ونعتز حقيقه في شخصيه شابه واعده مثل دانا المساعيد احنا اللي نفتخر فيكم الله يسلمك حبيبتي انت كنت من قبل تخصصك ديكور مسرحي لبعض العائله الفنون المسرحيه اشياء بالديكور حق التمثيل ليش انا شوف وايد سالوني شيء قالوا لي زين انت تخرجت من الفنون المسرحيه ليش ما دشيت تمثيل يعني ليش ما دشيت تمثيل اي شوف انا يعني التمثيل اشوفه موهبه يعني مو دراسه هذه وجهه نظري بس بنفس الوقت يعني عشان اكون صريح بنفس الوقت انا يوم دشيت حط بالك اخر الغرفه في واحد هناك اكاديمي اللي قاعد يقولك قاعد تجبرك عليه لا صدق انا يوم دشيت المجال ووقفت قدام الكاميرا في وايد اشياء حسيت انه لا لازم يبي له دراسه فعلا وبالذات بالمسرح وايد يعني وايد تعبت بالمسرح يعني ندمت انك رحت الديكور ما رحت التمثيل لا مو ندمت يعني هم استفدت يعني الديكور وايد اكيد فادني الديكور حلو الاستاذ فيصل العميري يعني كلمنا عن دورك في مسلسل بعد النهايه اللي عن طريق الابلكيشن هو دور يعني يعتبر دور مساند للابطال الحقيقيين اللي هنا موجودين وهذه الاعمال او نوعيه هذه الاعمال اللي دائما تحتاج الدعم يعني من ممثلين لهم باع طويل في مجال التمثيل الى الوسط الفني الى ادوار الشباب فكلنا كنا بقياده المخرج الجميل عباس اليوسفي ومسي عليه بالخير فقبلنا في دور وهو يمكن إذا صار في سيزن 2 وسيزن 3 هذا الدور يكبر شوية بشكل أو بشكل آخر نفس المسلسلات الأمريكية إذا صح التعبير أو الأجنبية احنا كنا نقول اقتباس عن المسلسلات الأجنبية أو الأمريكية قاعد نشوف أيضا مقتطفات مع الجمهور اللي تابع غبقة رمضانية اي بالضبط وحتى طريقة التصوير ايوه عفوا مقطع كلامك هو طريقة التصوير طريقة التعايش مع الكاميرا السنس اللي موجود من المخرج والممثل عشان يعني مثل ما نقول هو دائما احنا نقول في المسرح واقع النص على الممثل وواقع الممثل على المشاهد هو نفس الطريقه احنا قاعد نشتغل بهذا الشكل واقع النص علينا احنا وواقع على بالكاميرا والكاميرا واقع على المتلقي اللي هو الجمهور الكريم فهني دوري هو طبيب المشرح او دكتور المشرح اللي تيل الجثم بسم الله الرحمن الرحيم اللي تيل الجثم عشان دور مساند مو كل شويه جثم طبعا لي زين هذا مش انت بتمثل بضمير انت هذا لازم بس ما صار فيه يعني مشاهد لها علاقة بالتشريح زينا لأنه هو كان أو الكاركتر لا زال قائم يعني أنه هو أنت الآن بداية من نفتح سيزن 2 راح يبين هو الشخصية هذه شلون صايرة فبسبب الحالات اللي تيله فيكتشف هذا المرض اللي موجود بالنسبة للحالات الشبابية اللي يعني بسن مبكر يتوفون فهو مو عارف هو شنو السبب الرئيسي فقاعد يشتغل على تركيبة معينة أيضا من خلال تشريحه للجثث شلون شفت صدى الجمهور أو المتابعين من خلال التجربة التلفزيونية ولا عن طريق أبليكيشن بعد النهاية هذه شوف في صدى تفاعل من الجمهور والله شوف هي يعني أنا للأمانة لحد الآن ما قستها بشكل واضح بالنسبة لي بس أكيد يعني الناس متجهة الآن بالسوشيال ميديا اتجاه كبير زين ويقولك أنا هذا مسلسل أنا أقدر أشوفه بأي وقت دام أنا مشترك فيه أي صح. مثل بعض القنوات الفضائية اللي أنت تشترك فيها تقدر تسجل الحلقة وتقدر كذا زين فأنت أي وقت تقدر تشوف الوقت اللي يناسبك يعني في ناس من الجمهور وأنا واحد من الجمهور ساعات تستهويني أفلام الرعب أشوفها مثلا حزة الفير مو
للليل يعني 7-8 لا شو مثلا يعني تشوفها على مشتهاتك وقت اللي انت تبي. فتلي او الموقع تلي تي في ساعد بشكل كبير وساهم بشكل كبير انه يعطي حتى للمسلسل هذا رونقه الخاص ان انت تقدر تشوفه باي وقت انت تبي، خصوصا في ثوره التواصل الاجتماعي والثوره التكنولوجيه. وللعلم ترى تلي مو بس في مسلسلنا بعد النهايه، في يعني مسلسلات برامج للاطفال حتى في عالميه وعربيه بعد. فيعني انا مش دعايه بس للامانه لا مدفوع لها لا والله يعني للامانه انصح يتابعون يعني او انه يشتكون في تلي مش عشان مسلسل بالعكس لانه موسوعه كبيره حلو. للافلام كلام جميل. احمد السداني ما شاء الله انت متخصص في الديكور واتجهت للتمثيل، فيصل العميري متخصص بالتمثيل ما شاء الله، دانا المساعيد طالب، انت طالبة وين تخصصك عشان اعرف؟ بس والله ما راح اقول تخصصي لان اذا قلنا راح نحرق اللي قلت ما ابي اقول عنه اللي هو عمري، بس انا اطمح باني اكون محاميه ان شاء الله. ان شاء الله اي والله عسى الله يوفقك ان شاء الله، وتكونين تجمعين ان شاء الله بين التمثيل وبين المحاماه، ومن يدري يمكن تاخذين دور عن المحاميه او امراه قانونيه بالايام الجايه او المسلسلات الجايه. نبي نتكلم مع استاذ فيصل. يعني انا قبل شوي قبل الهواء قاعد يقول لي المعد انت ضد ان الممثل او المؤدي الرجل انه يحط ميك اب، وانت من الناس اللي ما تستخدم الميك اب اللي هو للتمثيل سواء انه مثلا يكبرك او مثلا للمسرح. مو ضده بشكل واضح وصريح، لكن ضده لما يكون هناك في سوء في التنفيذ. يعني انا بشرتي سمراء، فلما يجيني واحد ما يعرفه هو الرقم المعين اللي يناسب بشرتي ويطلعني بشكل بشع، يا فاتح زياده عن اللزوم، الايد غامجه الوي فاتح، هذا طبعا يعني في اغلاط. وانتم يعني كنساء انتم ادرى في موضوع الميك اب. اخبر زين. ثاني شيء انا افضل يعني البشره بطبيعتها، لان حتى الميك اب بعد فتره يتعب البشره. صح. فتلاقيني انا اتجه الى ان اوكي اقول يبا ما بي يعني اللي هو اللي يسمونه الفونديشن او شيء كذا، اوكي عطني لتطفية بودر بس عشان لمعة الإضاءة، بس عشان لمعة يعني الإضاءة وساعات التعرق الشديد يكون إذا كان اللوكيشن وايد حار. صح. بس أنا مو ضد موضوع الميك اب. أنا سويت فيلم كامل عن حياة الشهيد فايق عبد الجليل الله يرحمه، فل ميك اب يعني من الشعر الويج إلى الدرجة، حتى الميك اب كان على مراحل، ثلاث مراحل يحطوا لي اير برش وفونديشن ومعرف إيش وكذا، فكان متعب يعني 5 ساعات إلى 4 ساعات يعني يوميا نضع الميك اب هذا عشان نصور لقطة لقطتين في الفيلم. أوه. عشان كذا استغربت ان فيصل عميري يرفض الميك اب وهو مقدم قبل هالمره. لا انا قلت لك انا ما ارفضه، انا كان عنده سبب. انا احترم حرفيه الماكير. حلو. فلذلك الحرفيه هذه لازم تكون على اصولها، لا تيني تي تحط لي شيء وتلطخ وجهي واخر شيء يطلع وجهي رمادي ما شلون قايل بالشاشه. يعني مو حلو، كلش مو حلو والله. صاد والله عندنا سؤال دام ان احنا بالميك اب، خلينا ندش عند دانا يقولون هالسنه ما شاء الله الممثلات مخففين ميك اب. صح. صدق ولا صح. هذا يعني صح. انا تقريبا استخدم الميك اب حق مقابلات، حق دعايات، حتى بالتلفزيون. مو بس انا، حتى المخرج تناجر ويا الماكيره بس لا تحطين ميك اب، ما ابي ميك اب. ما حد قام يحط ميك اب الحين، صار عندهم حرص انه حق التمثيل انه في الادوار انه مهم ان البنت تكون اخف طبيعيه مكياج طبيعي. انا قاعده من النوم حاطه ميك اب ولا وحده توها ماخذه شاور طالعه بميك اب. ودنا احنا ودنا يعني ودنا نكون الادوار طبيعيه واقعيه بما انها تحت من المدرسه الواقعيه. واحنا الصراحه ما بدنا نضيفكم، ما ادري ايش فيكم، زعلانين على اكل ولا دايت جايين محلين وشاربين اي والله صراحه ما راح اردكم ان شاء الله. اكيد ان شاء الله. دانا في العيد على الابواب ان شاء الله، او ان شاء الله ايام قليله، وان شاء الله الكل نتمنى يعني على العيد يكون الكل بخير وصحه وسلامه. في عمل عندك مسرحيه شيء؟ والله شوف للامانه هو كان في فكره اني اكون باحد الاعمال المسرحيه، بس الظروف ما سمحت اني اكون موجوده. تعرف بعد التصوير انا لازلت طبعا اصور بعد النهايه وضغط
فما في تايم متى اروح اصور متى اروح بروفا متى متى ضغط صار صعب عليك وضغط بالوقت والجدول. انا عندي كان سؤال ما شاء الله من اللي قاعد يتكلمون على الايربس ونسيت طار السؤال بس ابي اتكلم عن قبل كم يوم ذكرته ويلكم قبل كم يوم اسمعك بالانستغرام بالاحد المواقع تتكلم عن الشخصيات اللي هو بس تمثل جسد السمر او يعطونك بس ادوار للسمر انت تدري عن خمالك لا هذا الملا هذا الموضوع شوفي هذا الموضوع لان تكرر وطرح اكثر من مره يعني في طرح بشكل يعني مهذب وفي مره طرح بشكل انا اسف يعني واسمح لي المشاهد الكريم نوعا ما بقله ادب لان يعني الله سبحانه وتعالى يقول وخلقناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم صحيح. صدق الله العظيم. الموضوع ما له علاقه موضوع لون وبشره والى اخره وهذا الموضوع انا وايد تعبني فعلا. هو الموضوع انت لما تيجي تسند لي دور انت تسند دور الى ممثل زين والله بعد مو اي ممثل الله يسلمك. اذا كان هذا الدور لا علاقه في لون بشره يعني يا زين على زين ما قلنا شيء. واذا كان هذا الدور اصلا منسوب الى طاقه ممثل بالعكس هذا شيء انا اقدره واحترمه في المنتج والمخرج. لكن قضيه انه والله انا والله ابي اميز فلان لانه هو كذي او كذي هذا موضوع انا يعني تكلمت فيه في برنامج من البرامج التلفزيونيه وتكلمت بشكل قاسي جدا لان هذا الموضوع انا ساكت عنه وايد وكل مره قاعد يصير للاسف الشديد يزيد يعني من أسوأ الى أسوأ من أسوأ. فقلت لازم يجي يوم ارد بشكل قاسي عشان الناس تفهم وتوضح وتعرف ان الموضوع مو مني انا الخطا عادي من بختهم كويتي ويؤدي باحتراف وما شاء الله عنده جوائز من اللي ما يبون الكويت هالصوت من اللي ما يبون ما يبون ها بعض المنتجين ما يبون ضد فيصل عميري ضد فيصل عميري لان فيصل عميري ناجح بس هذا باختصار شديد اقدر اقول لك اياه حس الله يقويك وانت ناجح الله يسلمك حبيبي ونعتز فيك حقيقة ليس غرورا والله العظيم بس انا قاعد اقول فيها شوي ها يلا ما يخالف شوي لا يحق لها قولي حق لي عشان رمضان يعني انت جميل حقيقه خلقا واخلاقا يا فيصل يطول عمرك كل شكل ضيوفنا الفنان الجميل فيصل عميري وايضا الفنانه دانا المساعيد واحمد السداني نورنا بيهم ومنايف اليوم قدمت لنا اي والله لندن سويت مو مقصره بس دارت ان انتم اللي موجودين معانا وايضا نشكر سندس فلاور واكيد احنا بنكمل مع فقرات البرنامج يعطيكم العافيه ودعكم ان شاء الله يتيسر. هل من كلمه الاخيره قبل لا اروح على الفقره الجايه حزدانه في ودك تقولين شيء؟ والله ودي اقول شيء بدايه كرام وانت بخير ان شاء الله ينعاد عليكم بالصحه والعافيه وشكرا حق اختي وحبيبتي سندس زشتي على الميك اب والشعر وحق غاليه فاشن على لبسي صادقه يستاهلون ما سالناك ما بدنا نسجع الاطلاله ما شاء الله خلانا الحديث عن الابلكيشن والمسلسل و عميري من مسؤول عن اطلالتك؟ من مسؤول عن اطلالتك؟ ام عبيد والله الله يخليها ويحفظها الله يحفظها ان شاء الله وهيثم هيثم قد تسميك هيثم احمد السداني خلاص بس صدقت فيك الشخصيه مشكورين على الاستضافه الطيبه وكافي جمعتنا فيكم واشكر نفسي على لبسي وشعري مكملين معاكم في غبقه رمضانيه نروح حق ديوانيه الوطيه بشرق وراجعين لكم في احلى غبقه على تلفزيون الكويت